أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة لآخر التطورات الميدانية والسياسية حول العدوان الإسرائيلي على لبنان. فبين اعتداءات الاحتلال المكثفة ولا سيما ضد القرى والمدنيين وعمليات المقاومة قرب الحدود وبعيدا عنها عبر استهداف مختلف قواعد الاحتلال ومنشآته العسكرية في شمال فلسطين المحتلة، ترتسم ملامح المعركة وهي ملامح كما يبدو قابلة للتعديل والتغير وفق معطيات عديدة ميدانية وسياسية. تسريبات إعلامية تشير إلى وجود أجواء دبلوماسية للعمل على احتواء الموقف الميداني تمهيدا لاتفاق أو لاتفاق ما قد يتبلور، من دون أن يكون هناك ما يؤكد هذه المعطيات، خصوصا أن التجارب السابقة تؤكد أن الشيطان يكمن في التفاصيل دائما. في هذه التغطية مشاهدينا سيكون معنا مراسلون من جنوب لبنان، كما يسعدني أن أستضيف وأرحب بضيفنا من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد عدنان نعيم. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ مع علي الأحمر مراسلنا في جنوب لبنان للوقوف على مشهد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في عدوانها على لبنان. نعم علا، يعني آخر المعلومات تشير إلى حصول اعتداء إسرائيلي أو غارة حربية إسرائيلية استهدفت منطقة وادي حسن جنوب لبنان، أيضا غارة حربية إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الغربية. بالنسبة أيضا يعني منذ نحو ساعة بالنسبة إلى الاعتداءات الإسرائيلية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات استهدفت منطقة الحوش جنوب مدينة صور، نتحدث عن سنتر بكري البساتين، أيضا غارة من الطيران الحربي على منطقة الحوش بناية صعب، ومن ثم لاحقا بعد نحو 5 إلى 10 دقائق انفجر صاروخ من مخلفات إحدى هاتين الغارتين في المنطقة. إذن المنطقة منطقة الحوش شهدت اعتداءات إسرائيلية متكررة خلال الساعات الأخيرة. هذه بالنسبة إلى آخر المعطيات، آخر معطيات الاعتداءات الإسرائيلية والتي شملت يعني من بعد ظهر هذا اليوم بلدات العباسية، المنصورة، البازورية. هذا بالنسبة إلى الاعتداءات. أما بالنسبة إلى رد المقاومة، يمكن القول أن المقاومة خلقت ضغطا عسكريا كبيرا باتجاه فلسطين المحتلة، باتجاه الاحتلال الإسرائيلي. هي تزيد الضغط على المستوطنين من حيفا حتى يعني صفد. يمكن القول ان تل ابيب ايضا يمكن ان تدخل يعني في دائره النيران، ومن بعدها كل فلسطين المحتله. هذا ما يمكن تاكيده بعد الرد الذي قامت به المقاومه الاسلاميه في لبنان اليوم على الاعتداءات الاسرائيليه، مستهدفه يعني مقر الموساد في احدى ضواحي مدينه تل ابيب. نعم ولا ابقى معنا زميل علي الأحمر من جنوب لبنان أيضا للعودة إليك في حال حصول أي تطورات. نذهب إلى زميل خالد خليل مراسلنا في صيدا في جنوب لبنان أيضا لنقف عند التطورات في الأقضية المحيطة بصيدا. كل التفاصيل معك خالد، تفضل. أهلا بك علا، يعني منذ دقائق سمعنا أصوات ضربات من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي. بحسب مصادرنا بأن طائرات الاحتلال شنت غارة منذ قليل على بلدة عدلون، لم يتضح يعني ما تم استهدافه، هل هو مبنى سكني أم في البساتين المنطقة. منذ يعني كمان نصف ساعة تم استهداف بلدة بن عفول، كنا قد رصدنا نيران الكثيفة التي يعني حصلت جراء هذا الاستهداف. فرق الدفاع المدني وسيارات الإطفاء تعمل حاليا على إطفاء هذه النيران. كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أصدرت بأن حصيلة الشهداء بلغت 51 شهيدا ونحو 231 جريحا للغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال منذ صباح اليوم. هذه الحصيلة كنا قد ذكرنا بأنها قابلة للارتفاع، لا سيما وأن عمليات رفع الأنقاض في منطقة
أو بلدة جون في قضاء الشوف ما زالت متواصلة، وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت هذه البلدة بعدد من الغارات، أدت إلى يعني ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى، وما زال عدد من المفقودين يتم البحث عنهم. كانت طائرات الاحتلال أيضا قد شنت سلسلة من الغارات خلال الساعات القليلة الماضية، استهدفت بلدة المعشوق، مفرق معركة، عيتيت، العباسية، جبشيت، حروف، البرج الشمالي، الشبي، البازورية، حانواي والخيام، بالإضافة إلى زفتة ودار أنطار والعباسية. كانت حصيلة غارات يعني التي استهدفت برج الشمالي 10 جرحى، وكانت عمليات رفع القاذ متواصلة حتى هذه الساعة. كان هناك يعني أفادت المصادر عن ارتقاء 10 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال التي استهدفت منطقة طرف السي. يعني هذه حصيلة يعني قابلة للارتفاع كما أفادت المصادر، لاسيما أنه عمليات رفع الأنقاذ متواصلة حتى الساعة. فيما يتعلق في مدينة صيدا، عمليات إيواء الوافدين متواصلة، المراكز يعني فعاليات المنطقة، الأهالي يواصلون على استحداث المزيد من المراكز، مراكز استقبال الوافدين إلى المنطقة، إن كان عبر مدارس، شقق سكنية، بعض المجمعات التجارية التي هي قيد الإنشاء يعمل على تجهيزها. أهالي المدينة يواصلون تقديم هذه المساعدات، توفير المستلزمات الأولية للوافدين. هذا كان كل شيء حتى الساعة علا. أيضا ابقى معنا الزميل خالد خليل من صيدا في جنوب لبنان، سوف نعود إليك مع ورود أي تطورات. ننتقل إلى الزميلة فاطمة فتوني أيضا لنقف عند تطورات المشهد من عندك والاعتداءات الإسرائيلية واستمرار هذا العدوان على قرى الجنوب. نعم علا، سلسلة من الغارات تشنها الطائرات أو شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل استهدفت أطراف بعض البلدات الجنوبية، وكان هذا هو حال هذا النهار الطويل من العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. في المقابل كان هناك استمرت المقاومة في تنفيذ العمليات العسكرية باتجاه الأراضي المحتلة مستخدمة صواريخ متعددة، بالإضافة إلى تصديها للطائرات الحربية الإسرائيلية في مقابل أجواء بلدتي حولة وميس الجبل. نتحدث عن تصدي لطائرات حربية عند المنطقة الحدودية، وبذلك تحافظ المقاومة على القوة العسكرية وقوة وحداتها في الدفاع الجوي تحديدا. وعلى صعيد العمليات وفيما يخص إذا ما فصلنا العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة اليوم، كانت تستهدف المستوطنات الإسرائيلية بالإضافة إلى قواعد عسكرية، كما حصل قاعدة دادو كانت تحت مرمى المقاومة ليومين متتاليين، بالإضافة إلى استهدافها مستوطنات إسرائيلية، مستوطنة حتسور شرق صفد والتي تبعد عن أقرب نقطة حدودية أكثر من 10 كيلومترات، بالإضافة إلى مستعمرة الساعر والتي تقع شمال نهرية، وبالإضافة إلى استهدافها لمستوطنة أيضا كريات متسوكين. هذه المستوطنة استهدفتها المقاومة مرتين متتاليتين، مستخدمة أيضا بصليات صاروخ فادي 3. يمكن أن نقول أيضا استخدمت المقاومة اليوم صليات صاروخية فادي 3 وفادي 1. هذه العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة أقلقت جيش الاحتلال، وهذا ما عبرت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، والتي عكست مخاوف من تصاعد وتيرة العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة باتجاه الأراضي المحتلة، خصوصا في ظل الادعاءات الكاذبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر عدد كبير من المخازن التابعة للمقاومة، وتحدث عن رقم كبير لهذه المخازن في ظل ولكن في الوقت نفسه. وبالتزامن مع هذه التصريحات كانت تطلق وتنطلق الصواريخ من جنوب لبنان، لكن هذه المرة نتحدث ليس عن صواريخ الكاتيوشا، إنما عن صواريخ متوسطة المدى وصواريخ ثقيلة عبرت الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى أننا
كنا يوم أمس، ولا لا يمكن أن ننسى المسيرات التي وصلت إلى جنوب حيفا مستهدفة قاعدة بحرية. أيضا الاحتلال الإسرائيلي اليوم عبر عن خشيته من دوي صافرات الإنذار في أكثر من مستوطنة بعمق 120 كيلومترا بعيد عن أقرب نقطة حدودية. كل ذلك يعكسه وسائل إعلام إسرائيلية، ونحن نعبر ونحن يعني نرصد هذه التصريحات الإسرائيلية. ولا يمكن أن ننسى أيضا العملية النوعية التي نفذتها المقاومة اليوم، حيث استهدفت مركز الثقل إذا يمكن القول في ضواحي تل أبيب، مقر قيادة الموساد المسؤولة عن العمليات الاغتيال القادة، بالإضافة إلى التفجيرات التي حصلت في الأجهزة اللاسلكية في الآونة الأخيرة. إذن ردت المقاومة من خلال استهداف مركز الاعتداء، وأيضا مستخدمة صاروخا باليستيا. إذن كنا أمام عمليات متصاعدة للمقاومة تنتقي الأهداف بما يتلائم مع طبيعة الاعتداء الإسرائيلي. إذن كانت هذه أجواء المنطقة أو أجواء الميدانية التي شهدتها التي شهدتها المنطقة في جنوب لبنان. كل الشكر لك يا زميلة فاطمة فتوني، لكن ابقي معنا بطبيعة الحال أنت وكل الزملاء لنعود إليكم في حال حصول أي تطورات حتى الساعة. خالد خليل، العلي الأحمر، فاطمة فتوني، كل الشكر لكم ويعطيكم ألف عافية من الجبهات اللي أنتم فيها. أنتقل إلى هذا التقرير اللي كانت قد أعدته الزميلة فاطمة فتوني حول هذه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان المستمرة في ظل استمرار المقاومة الإسلامية في إطلاق صليات صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. جولة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت أطراف بعض البلدات والقرى الجنوبية. بدأت هذه الاعتداءات من مرتفعات الريحان والقتراني، إضافة إلى الجبور كذلك سجود، بالتزامن مع سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على أطراف بلدة كفر رمان، إضافة إلى جبشيت وعدشيت. كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية حصلت بالتزامن مع إطلاق صلية صاروخية ثقيلة باتجاه الأراضي المحتلة بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار في صفد ومحيطها. إذن هذه هي أجواء المنطقة الحدودية أو جنوب لبنان، وهذا ما يعيشه اليوم جنوب لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الغير مسبوقة التي يتعرض لها. عمليات المقاومة مستمرة على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية. أذهب من جديد إلى ضيفي السيد عدنان نعيم الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأرحب بك مجددا سيد عدنان. دعني أبدأ مما هو جديد وما ذكرته أكسيوس تحديدا عن مسؤول إسرائيلي قال أنه نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الدبلوماسية الأمريكية لوقف القتال في لبنان واستئناف المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار في غزة. بحسب إدارة بايدن هذه المبادرة سيتم الإعلان عنها اليوم. ماذا يفهم من هذا التصريح؟ كيف قرأته حضرتك بداية؟ يسعد مساكي ومساء المشاهدين، ومجد الخلود للشهداء اللبنانيين اللي بشكل جبهة إسناد للعدالة الإنسانية. أنا بشوف أن هذه المبادرة ولدت ميتة، وهي استمرار للبروباغندا والدعاية التضليلية الأمريكية والتي تنفذ بلسان نتنياهو. لو أرادت الإدارة الأمريكية وقف العدوان على جنوب لبنان لأوقفت الدعم على إسرائيل ولضغطت على إسرائيل فورا لوقف العدوان، لا سيما وأن جبهة الإسناد اللبنانية وعلى لسان الأمين العام السيد حسن نصر الله قال طالما هناك عدوان في قطاع غزة ستستمر هذه الجبهة، بمعنى وقف العدوان على غزة ووقف العدوان على لبنان تلقائيا. لكن المبادرة سيد عدنان نعيم ضمنها وقف القتال في لبنان واستئناف المفاوضات بشأن وقف اطلاق النار وعودة الأسرى الإسرائيليين من غزة. نعم، هذه المبادرة وسمعنا مثيلا لها العديد من المبادرات في قطاع غزة وكانت كلها تضليل. لا ننسى المبادرة التي قدمها بايدن عندما قال هذه المبادرة استلمتها من الإسرائيليين
وتنكرت لها أمريكا، والثانية وبعد أن قدمت إسرائيل مبادرة تنكرت لها أمريكا ووضعت شروط. اليوم يزور إسرائيل مسؤول أمني عسكري وأمني أمريكي، وأعتقد أن هذا استمرارا للهجوم. بايدن تحدث وفي حديث متناقض للمبادرة، قال نريد أن نعيد الرهان الإسرائيليين ونعيد النازحين اللبنانيين، هذا يعني الذهاب إلى صفقة. ولكن الحشدات الإسرائيلية اليوم تجنيد لواءين من الاحتياط، اليوم تفويض في المجلس الحرب الإسرائيلي للاستمرار والتجهيز لحرب برية، هذا مؤشر أن نتنياهو يتلهى كما تلهى في الكثير من مبادرات والصفقات التي كانت تتعلق بقطاع غزة في سعي الاستمرار العدوان. أعتقد أنها تلهي، وإن كان هناك ضغط أو جهود فرنسية وعربية ولفظيا أمريكية بحدنة، لا أعتقد أن التحضيرات التي تجري في إسرائيل باتجاه تمهيد لعدوان بري وتصعيد المقاومة باتجاه كافة الأماكن في فلسطين المحتلة يعطي إسرائيل الفرصة للتوقيف العدوان. لأن أختي العزيزة، إذا أوقفت إسرائيل حاليا العدوان أو ذهبت إلى هدنة حاليا لوقف العدوان والذهاب إلى صفقة في ظل نزوح أكثر من 70,000 مستعمر، أعتقد أن هذه تعتبر هزيمة استراتيجية ليس فقط لإسرائيل ولكن للإدارة الأمريكية التي ترى أنها عجزت وفشلت أمام سحق المقاومة في قطاع غزة وتنفيذ مشروعها الإقليمي، واعتقدت أن الضربات الكاسحة من إسرائيل ذات التفوق الجوي الإسرائيلي ممكن أن يغير المعادلة وتعيد أمريكا هيبتها ومكانتها في الشرق الأوسط. أعتقد أن التصريحات الأخيرة ما بعد الهجمات الإسرائيلية السيبرانية والحملات الاغتيالات لرؤوس قادة المقاومة كان الرد واضحا من المقاومة. أولا، نحن سنواصل تأكيد وحدة الساحات وسنواصل إسناد قطاع غزة. السعي من هذه المبادرة هي تكتيكيا عزل لبنان عن وحدة الساحات، عن محور المقاومة لو نسبيا أو مؤقتا، والتفرد اكثر في قطاع غزه. اعتقد ان بس برايك الامور سيد عدنان نعيم مع موضوع لبنان تحديدا هي نفس الحسابات ونفس التعاطي، ربما يكون لغزه خصوصيتها بنقاط اخرى، لكن مع لبنان الموضوع يعني سيكون بنفس هذه الحسابات؟ تماما مع غزه الامور تختلف كليا حتى بما تقوم به المقاومه في الداخل الاسرائيلي. طبعا مع كل الاحترام لما تقوم به المقاومه الفلسطينيه في غزه، لكل يعني نقطه خصوصيتها. نعم بالتاكيد كلامك صحيح، الحسابات المقاومه وتاثيراتها والحسابات الاسرائيليه ايضا من الهجوم على لبنان والمقاومه في لبنان أكيد نتائجها ستكون مختلفة تماما. أولا، الوضع الطبوغرافي والجغرافي لمساحة لبنان وامتداد المقاومة في كافة جنوب لبنان تختلف عن قطاع غزة المحاصر. هناك رئة إمدادية للمقاومة حدودية لا تتمتع بها كانت قطاع غزة، الاستعداد القديم والخبرات الطويلة والتقنيات العسكرية التي تتوافر لدى حزب الله والتجهيز العسكري يختلف كليا، الجغرافيا اللبنانية أيضا تختلف كليا. ما يتم استهدافه أيضا، ما يتم استهدافه اليوم، نحن نتحدث عن مقر للموساد، من كان يتخيل أنه يستهدف مقر للموساد؟ تمكنت المقاومة في هذه الفترة أنها تضرب في كافة المناطق المحتلة في فلسطين، سواء وغالبيتها مقرات عسكرية وتجمعات عسكرية ومراكز زي مقر الموساد، وأيضا ضربوا مركز اسمه هافا في شمال فلسطين، وهذا مركز عسكري كبير جدا إسرائيلي. بمعنى هناك إصابات دقيقة وهناك إرباك جدي حقيقي للساحة الإسرائيلية، وهناك انتشار يعني بمعنى إرباك للوضع العسكري والأمني والاجتماعي للجمهور الصهيوني في كافة فلسطين. أنا متأكد تماما أن إسرائيل إذا ذهبت باتجاه حرب برية وهجوم بري
ستكون خسائرها أضعاف أضعاف ما خسرته في قطاع غزة لأكثر من سبب: التجهيزات والعتاد العسكري والخبرة المتوافرة لدى حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان، الجانب الجغرافي، كل المعطيات. ما لهذا أسألك، لهذا أسألك سيد عدنان نعيم، الأمور الآن يعني ما تقوم به المقاومة من هذه الاستهدافات، حتى موضوع الدخول البري منتهي يعني وبتعرف نتائجه إسرائيل، لكن حتى بموضوع ما تستهدف المقاومة بقدراتها الأقل ما يمكن يعني أن تستخدمها الآن، لا يشكل حجة يعني تفرض نفسها على نتنياهو لكي يقول فعلا بأنه أنا أعطي الضوء الأخضر لنقاش هذه المبادرة الأمريكية مع حزب الله، دون اعتبار، دون أن يكون اعتباره تراجع أو هزيمة بالنسبة لإسرائيل، ربما يتم إيجاد مخرجات معينة لها. أعتقد لا، لأن أعتقد لأن نتنياهو إذا أوقف العدوان هذه الأيام في ظل التصعيد الكاسح والأهداف الدقيقة التي أصابها حزب الله، ستكون هزيمة استراتيجية لإسرائيل وأيضا للإدارة الأمريكية التي رأت العدوان، ستكون هزيمة كاسحة. ولكن نتنياهو يريد من الحديث عن المفاوضات كسب بعض الوقت والتمهيد بعض الوقت. لا يمكن لنتنياهو أن يذهب إلى هدنة هذه الأيام مع بقاء أكثر من 70,000 إسرائيلي في الملاجئ أو مهجرين لشمال فلسطين. ممكن لأي مدى ممكن أن يشتري الوقت مع جبهة لبنان؟ المدى اللي ممكن أن يذهب إليه بالوقت؟ قليل جدا، وهو يريد أن يورط الإدارة الأمريكية. نتنياهو يسعى إلى توريط جوهري ومباشر للإدارة الأمريكية وأطراف دولية في الحرب البرية وفي لبنان. ولكن أعتقد إذا كانت الإدارة الأمريكية تحسب حسابات استراتيجية لمصالحها حقيقية، من الممكن أن تضغط جديا على نتنياهو للذهاب إلى صفقة تشمل قطاع غزة وتشمل جنوب لبنان، من الممكن. والحديث عن تراجع حزب الله إلى مسافات قريبة من حدود خلف حدود الليطاني. فقط الضغط الأمريكي يجبر نتنياهو على الذهاب، ولكن نتنياهو مصر. وأعتقد أن الوفد الأمريكي العسكري والأمن الإسرائيلي اليوم الذي سيزور إسرائيل هو سيتحدث في موضوع الحرب البرية، وسيتحدث أكثر في موضوع استمرار العدوان، وسيتحدث في أيضا الطلبات الأمريكية من الإدارة الإسرائيلية. ونتنياهو اليوم لديه شبه إجماع صهيوني في الذهاب إلى عدوان أوسع في لبنان والتمهيد أكثر لحرب برية، مع علمهم أنهم سيخسرون. أختي العزيزة، في غزة كان يدرك نتنياهو أنه لن يحقق الأهداف، ومع ذلك مضى إلى رفح، ذهب إلى رفح وهو يدرك تماما أنه لن يقضي على المقاومة لا في وسط ولا في شمال ولا في جنوب فلسطين في رفح، وهو اليوم أيضا يذهب إلى حتفه. أنا أعتقد أن هذه الخسارات تراكم خسارة إسرائيل ومكانتها الدولية سواء أمنية وعسكرية أو سياسية، ومكانة أمريكا. هم يتقدمون للأمام كمن بلع المنجل، يهربون لأنهم لا خيار أمامهم إلا البحث عن انتصار أو البحث عن هزيمة للمقاومة. يذهب إلى فكفكة ما يسمى تماسك محور المقاومة أو تماسك وحدة الجبهات، والوفود التي ذهبت إلى لبنان مؤخرا واضح كانت تتحدث عن ما لبنان وما فلسطين، فلتتجنب لبنان ويلات الحرب أو العدوان أو التدمير الذي جرى في قطاع غزة. وهذا واضح جدا، يذهب باتجاه فصل وحدة الساحات وفصل جبهات الإسناد، وهذا يحقق تفرد أمريكي وإسرائيلي في غزة أولا ثم في لبنان. ونتنياهو باختصار شديد أختي العزيزة لا يستطيع أن يذهب حاليا أمام الدعم الإسرائيلي الشبه إجماعي على العدوان على لبنان، والدعم الأمريكي المبطن العسكري، وعدم تحقيق أهدافه في لبنان وفي غيرها يجعله يستمر ويكابر باتجاه استمرار العدوان. أنا لا أعتقد أن المعطيات تقول أن لا، من الصعوبة أن تتم هذه الصفقة أو هذه المبادرة التي تبلورها فرنسا والإدارة الأمريكية. طيب، ربما تكون المصلحة الشخصية لنتنياهو هي المسيطرة حتى رغم كل المشاهد التي تأتي من الداخل الإسرائيلي على خلفية استهدافات المقاومة في الداخل الإسرائيلي، لكن بالنسبة للإدارة الأمريكية
لما تعنيه لها إسرائيل في المنطقة. ماذا عنت هذه الصور اللي تأتينا رغم قلتها وهي كافية بقوتها اللي تأتينا من الداخل الإسرائيلي؟ ماذا تعني لهذه الإدارة الأمريكية اللي برأيك هل أفضل لها أن تذهب إلى الانتخابات في ظل وجود هذه الحرب واستمرارها أم بالحصول على تسوية في عامل مهم هو موضوع الانتخابات الأمريكية؟ وطالما الموضوع كله عند أمريكا يجب الوقوف عند هذه النقطة. أختي العزيزة، العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بغض النظر عن الحزب الحاكم في أمريكا سواء الجمهوري أو الديمقراطي هو التزام عضوي وتحالف عضوي لرأس إمبريالي استعماري مع قاعدة عسكرية تسمى إسرائيل في الشرق الأوسط، بمعنى مهما كانت حتى لو كان الحديث أو لم يكن الحديث على الانتخابات ومهما كانت نتائج الانتخابات هناك التزام سواء من ترامب الذي ممكن أن يفوز في الانتخابات أو من كاميلا هاريس التي ممكن أن تفوز في الانتخابات باتجاه الالتزام التام والكامل والتحالف العظمى بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل. ولكن بالمشاهد التي تشاهدها أمريكا هي خذلت أمريكا من إسرائيل ولم تتوقع أن تفشل إسرائيل في قطاع غزة وأن تهزم هذه المقاومة مدة عام كامل، وجاءتها أيضا قوى المقاومة اللبنانية وتحديدا على رأس حزب الله ليصعق إسرائيل ويصعق من خلفها طبعا الربيبة والأم الكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية لترى ابنتها المدللة قاعدة عسكرية المتقدمة في الشرق الأوسط تضرب على رأسها. أولا حزب الله يحدد الأهداف ويحدد بنك الأهداف الاستراتيجي، ثم يضرب إصابات دقيقة في بنك الأهداف، ولا تستطيع لا قبة حديدية ولا مضادات دفاعية أن تعترض هذه الصواريخ. وتكابر إسرائيل أنها قضت على كثير من المرابط وعلى التحصينات حزب الله التي تتفاجأ في اليوم التالي إصابات دقيقة في موقع الموساد وغيرها، بمعنى الإدارة الأمريكية مربكة تماما من الدور الذي كانت تتوقعه وتنتظره من إسرائيل. طيب ابقى معنا لو سمحت سيد عدنان نعيم الخبير بالشؤون الإسرائيلية وحضرتك معنا من رام الله في تطورات بصور. أذهب من جديد إلى الزميل علي الأحمر. علي، نعم علا، يعني آخر التطورات تشير إلى حدوث عدوان إسرائيلي جديد يستهدف منطقة جنوب سور. غارة من شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت المنطقة التي تقع خلف المستشفى اللبناني الإيطالي، وغارة إسرائيلية أخرى استهدفت مفرق معركة بالقرب من مدينة سور جنوب لبنان. إذن هذه المنطقة تستهدف من بعد ظهر هذا اليوم بشكل كبير، شهدت عدة غارات إن كان في البرج الشمالي أيضا في المنصوري، إضافة يعني إلى غارة استهدفت أيضا منطقة الحوش. عدة غارات استهدفت بالأحرى منطقة الحوش، أدى بعضها يعني إلى تدمير مبنى سكني بشكل كامل علا. آخر المعلومات تشير إلى أن هذه الغارات على منطقة الحوش لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أي شهداء. أيضا يعني الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة عدلون جنوب لبنان وصديقين، وبالنسبة إلى الغارات التي استهدفت منطقة الحوش جنوب مدينة سور من بعد نحو عشر دقائق من حدوث هذه الغارات انفجر صاروخ آخر كان لم ينفجر بالغارات الأولى، أيضا أحدث دخانا وأضرارا بالمنطقة المحيطة. نعم ولا حتى الساعة. شكرا لك زميل علي الأحمر مراسلنا من جنوب لبنان. وصلت إلى مطار بيروت الدولي طائرة عسكرية تركية تحمل مساعدات طبية ومستلزمات إغاثية، تأتي في خطوة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساندته بوجه العدوان الإسرائيلي. تقرير لأحمد عبد الله.
في موازاة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. رئيس الحكومة في نيويورك، وزير الخارجية أيضا يجري اجتماعات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتواصل جهود الإغاثة ووصول المساعدات إلى لبنان من دول عدة. تقف خلفي مباشرة في مطار بيروت الدولي طائرة عسكرية تركية حطت صباح اليوم في مطار بيروت الدولي، وتحمل على متنها مساعدات طبية ومستلزمات إغاثية ستصل إلى المراكز الطبية المنتشرة في كل لبنان. كان في استقبالها أيضا وزير الصحة فراس الأبيض الذي كان برفقة السفير التركي في لبنان، وكان لوزير الصحة أيضا تصريح أكد فيه أن هذه المساعدات هي رسالة دعم من تركيا وشعبها إلى لبنان وشعبه. هي رسالة بتقول للشعب اللبناني أنت لست وحيدا، نحن واقفين معك، ونحن بكل الدعم لصمود هذا الشعب بوجه الاعتداء الغاشم اللي عم يتعرض له، اللي سقط من جرائه الأعداد الكبيرة من الشهداء ومن الجرحى. أيضا وزير الصحة قال إن هناك مستشفى ميداني تركي كانت قد أرسلته تركيا سيتم افتتاحه قريبا، وذلك ليكون في خدمة المواطنين اللبنانيين وخاصة المواطنين اللبنانيين النازحين. أيضا السفير التركي أكد أن تركيا تقف إلى جانب لبنان حكومة وشعبا، واتهم إسرائيل بأنها بالإضافة إلى حربها في لبنان وغزة فهي تقود اليوم فوضى عارمة في منطقة الشرق الأوسط. وزارة الداخلية تقوم بواجباتها وهي تحدث دائما لوائح مراكز الإيواء التي تستقبل النازحين من مختلف المناطق اللبنانية. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة أخيرا إلى موقف للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي أكد أن اليوم اللبنانيون يثبتون أنهم عائلة واحدة، وشكر كل اللبنانيين من مختلف المناطق الذين يستقبلون الآن النازحين في بيوتهم. بعد اشتداد العدوان الإسرائيلي على لبنان، نزح أهالي البلدات الحدودية نحو العاصمة بيروت وعدد من المناطق، ورغم مرارة النزوح تبقى الثقة بالعودة القريبة بفضل المقاومة تختصر مواقفهم. التقرير لعباس الصباح. نزوح قصري بعد ارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي على الجنوب، هكذا باتت أحوال الجنوبيين. هم نازحون عن بلداتهم، لكن لسان حالهم يقول بثقة إنهم عائدون. ونحن رح نرجع نعمر ونقيم ونحط، وإن شاء الله الجنوب ولبنان كله بيصير أحسن مكان. ونحن متنا مثل أهل غزة، يسوينا ما يسوى أهل غزة، هن منتصرين نحن منتصرين. إن شاء الله بفضل المقاومين بدنا نرجع عبيوتنا ونرفع شارة النصر، لأنه إسرائيل عدو مجرم. بين النازحين من قدم أبناءه شهداء على طريق القدس، ولا يبدل النزوح من قناعاتهم، ومنهم من ينزح للمرة الثانية. وأنا قدمت ابني شهيد، وبعد عندي واحد بالصواب بالدفاع المقدس، وراح أقدمه هلا وأقدم أولادي كلياتهم، مع أن بيوتنا هلا دمرت كلياتها. أنا نازح من كفر كلا للنبطية، ومن النبطية نزحت لبيروت. امبارح كان الكسر مثل صب المطر عم ينزل حدنا. نحن بنقول للعدو الإسرائيلي لو مهما دمرت ومهما عملت نحن باقيين بأرضنا. أما الأطفال فلم يحجب النزوح براءتهم، ولم ينسهم ألعابهم أيضا. أنا اسمي آداب، وبدي ارجع على الضيعة والعب مع لولو وروح الطفتين، وانا من عيناته. اسرائيل شر مطلق والتعامل معه حرام. التاريخ الطويل من الصراع مع جيش الاحتلال الاسرائيلي يؤكد بلا شك ان الارض اللبنانية هي لاصحابها حصرا، وان معاناة النزوح لا تبدل من الحقيقة شيئا. ألام النزوح لا تثني هؤلاء النازحين عن التمسك بالمقاومة كنهج وحيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وكلهم أمل بأن العودة إلى الديار ستكون قريبة. عباس صباغ، بيروت، الميادين. يستمر العراق في تقديم الإسناد والدعم للشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. مواقف عديدة أطلقت على مختلف المستويات ترجمها العراقيون بمساعدات إنسانية وأخرى ميدانية عبر المقاومة. محمد الفهد.
في الشدائد والمحن تتجلى معاني الأخوة والتضامن بين الشعوب. العراق على مختلف المستويات يقف مع لبنان لمواجهة العدوان الإسرائيلي. المرجعية الدينية والحكومة والشعب والمقاومة والطيف السياسي اشتركوا جميعا في الدعم والإسناد المعنوي والمادي بصوره المختلفة للتعبير عن عمق الارتباط الإنساني والوجداني والاجتماعي مع الأشقاء في لبنان. الموقف العراقي نعتبره كان موقفا نوعيا، بل هو اليوم الموقف العراقي هو الموقف بالصدارة، خاصة بعد بيان مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني. فزعة عراقية هو العنوان الذي يرفعه أبناء الرافدين لشحذ الهمم للوقوف إلى جانب الدول الشقيقة التي تحظى بمكانة كبيرة عندهم. والفزعة هذه المرة بوصلتها لبنان بعد أن هب العراقيون لجمع المساعدات الإغاثية في العديد من المحافظات وبإشراف هيئة الحشد الشعبي تلبية لتوصيات المرجعية الدينية وتوجيهات الحكومة. هناك دعم واضح من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشاعر السوداني من خلال فتح المنفذ الجوي لإيصال كل المساعدات التي جمعها الشعب العراقي والتي وصلت عن طريق أبناء الحشد الشعبي، وهذا يدل على التكاتف والتلاحم الواضح. المقاومة العراقية توسعت من نطاق عملياتها إسنادا لقطاع غزة ولبنان بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية المطورة باتجاه أهداف في الأراضي المحتلة، فكانت الإصابات مباشرة عدد من المواقع وعلى نحو مؤثر، لتتجلى بذلك صورة وحدة الساحات لاستهداف إسرائيل. يبقى تضامن العراقيين مع أشقائهم اللبنانيين أنموذجا ملهما للتلاحم الإنساني والأخوي، ليجسد الروح المشتركة بين الشعبين الشقيقين. فلبنان ليس وحده في معركة الكرامة والدفاع عن قضية الأمة ومصيرها. محمد الفهد، بغداد، الميادين. وينضم إلينا من بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. كل التحية لك عبد الله. طبعا سأسألك عن موضوع المساعدات في السؤال الثاني، لكن دعنا نبدأ بموضوع تطور عمل هذه الجبهة، لا سيما في الأسبوع الأخير، وكيف أيضا سيتطور هذا العمل من هذه الجبهة، الجبهة العراقية، مع اشتداد العدوان أو في حال اشتداد العدوان على لبنان. تحية لك علا وللمشاهدين. بداية طبعا لما يتعلق بالعمليات، هناك بالفعل تصعيد في الجبهة العراقية وانخراط أكبر في هذه المواجهة. هناك 12 عملية على الأقل خلال يعني 3 أيام، تنوعت ما بين الهجمات بالطائرات المسيرة، وطبعا نتحدث هنا عن طائرات الأرفد التي استهدفت القواعد العسكرية الإسرائيلية سواء في عرابة أو في غور الأردن أو في الجولان المحتل أو حتى في حيفا وشمالها وفي جنوبها. استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية وحيوية وبنى تحتية ومنشآت حربية وقواعد تقدم معلومات أمنية. استخدمت فيها المقاومة الإسلامية في العراق صواريخ كروز مطورة، صاروخ الأرقب الذي كان قد أدخلته المقاومة الإسلامية في العراق بدأت تستخدمه بكثافة أكبر، وجزء من التصعيد الذي يتناسب مع الميدان كما تقرره هي لاستهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية وللانخراط أكبر في هذه المواجهة ومنعا من أن تنفرد إسرائيل بأي طرف من أطراف محور وقوى المقاومة. هكذا هو كان القرار منذ البداية للمقاومة الإسلامية في العراق. ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي صعدت من عملياتها سواء بالصواريخ، صواريخ الأرقب التي استخدمتها بكثافة وبدفعات في الهجوم الواحد، أو بمسيرات الأرفد التي هي أيضا كان لها دور في أن يعني تطلق مع بقية المسيرات التي تلك مهمتها إشغال القبة الحديدية، فيما تكون مسيرات الأرفد الانقضاضية متجهة صوب أهدافها، وهذا ما دونه المستوطنون عبر رصدهم فيديوهات عدم تمكن القبة الحديدية من إحباط أي من الهجمات العراقية في الداخل المحتل. يتوقع أيضا أن يكون هناك تصعيد أكبر وموقف أيضا قد يطلق من قبل المقاومة الإسلامية في العراق أو أحد أعمدة المقاومة الفاعلين في هذه الجبهة، تماشيا مع تطورات المتسارعة مع بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وعلى لبنان عموما. كان هناك موقف سابق
هو عبارة عن تهديد أطلقته المقاومة الإسلامية في العراق وتحديدا الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني الذي اعتبر أن ما إن حصل ذلك فذلك يعني انخراط العراقيين عدة وعددا وفق ما يقرره الميدان كتفا إلى كتف مع اللبناني في هذه المواجهة، وهذا يعني انخراط أكبر. طبعا هذا من جهة التلويح السابق ترجم عمليا بهذه الهجمات المتصاعدة والتي استهدفت الأراضي المحتلة وضغطت على الجيش الإسرائيلي، مضافا لانخراط سابق للمقاومة الإسلامية في العراق مع بعمليات مشتركة مع القوات المسلحة اليمنية. أيضا معلومات الميادين تفيد أن هناك تصعيدا في الميدان وهناك موقفا ربما يكون بشكل واضح وجلي يصدر من المقاومة الإسلامية في العراق ومن يمثلوها بشكل فاعل وحضور أكبر في الميدان. طبعا هي تطورات ستكون مهمة جدا، أتحدث معك سيد عدنان نعيم في انعكاساتها في الداخل الإسرائيلي وانعكاسات حساباتها أيضا على يعني حسابات الحكومة الإسرائيلية. يعني باعتقادي أن الفاتورة التي ستدفعها إسرائيل من استمرار عدوانها على لبنان ستكون أضعاف الفاتورة التي دفعتها في قطاع غزة، لا سيما استنادا لما تحدثت قبل قليل أن جبهة المقاومة في لبنان لديها رئة إسنادية من كافة المستويات ولديها حدود إسناد ودعم سواء خدماتي أو إنساني أو كافة المستويات. والمبادرة التي ما تطرحها أمريكا وفرنسا أحد الأهداف لها هي فكفكة وحدة الساحات والمقاومة، ومن خلال تصريح مدير مكتبكم في العراق بدأ واضحا أن محور المقاومة وقوى المقاومة القائمة على وحدة الساحات متنبهة ومتيقظة تماما المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تسعى إلى عزل لبنان عن فلسطين وعزل العراق عن لبنان. وبالتالي ما الذي سيغير هذا التصعيد من الجبهتين اليمنية والعراقية اللي كان يتحدث عنها يعني مدير مكتبنا في بغداد؟ ما الذي ستغير؟ هذا سيزيد إرباك إسرائيل وسيضعف إسرائيل أكثر وسيدفعها إلى الذهاب إلى دول مثل أمريكا وغيرها للطلب بتقديم مبادرات حتى تكسب وقت وحتى تستغل ظروف وحتى تقتنص بعض الفرصة لتحقيق بعض الأهداف، ولكن هذا يزيد الضغط على المعارضة الإسرائيلية وعلى حكومة نتنياهو الإسرائيلية ويزيد إرباكها ويشتت قدراتها. الهدف من وحدة الإسناد من قوى الإسناد هي تشتيت وحدة العدو وإرباك العدو وتشغيل العدو وإشغال العدو في كافة المحاور في فلسطين المحتلة من شمالها إلى جنوبها، بالتالي هذا يخفف الضغط على المقاومة سواء اللبنانية أو في قطاع غزة، بمعنى هذا يربك الساحة الداخلية سواء الأمنية أو العسكرية وحتى ينعكس تماما على المستويات السياسية والقرارات السياسية التي قد يتخذها العدو الإسرائيلي. اليوم في الصحافة الإسرائيلية يتحدث أنه بالرغم من كل ما جرى من تدمير في لبنان إلا أن هناك ارتفاع في حدة التضامن العالمية والعربية مع الساحة اللبنانية. لاحظنا في التقرير الذي قدمته المساعدات التركية، لاحظنا تصريحات المقاومة في العراق، ولاحظنا الهجمات المكثفة والموجة على قواعد عسكرية في غور الأردن من العراق وفي الجولان وأيضا المقاومة اليمنية، بمعنى إسرائيل تدرك تماما أن هناك مضاعفة قوية سواء كانت في الإسناد العسكري أو الخدماتي أو الطب الإنساني للمقاومة في لبنان، بمعنى أن إسرائيل وأمريكا لا يمكن لها أن تفصل وحدة الساحات أو تفصل محور مقاومة عن محور آخر، وهذا الهدف الأساسي لمحور المقاومة وهي إشغال العدو وإرباك العدو في كافة الساحات وجعله يدفع أثمان. وأنا بالمعطيات التي تجري أكاد أقول أن الخسائر التي سيدفعها والفاتورة التي سيدفعها الاحتلال الإسرائيلي ليس الفاتورة فقط العسكرية والخسائر المواقع والخسائر المعلوماتية التي مني بها الاحتلال من خلال رصد
حزب الله لأهم المواقع العسكرية والأمنية في دولة الاحتلال، لكن في الأبعاد الاستراتيجية والسياسية أن هناك تبلور لمحور المقاومة بات متبلورا وقويا ويهدد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. إسرائيل تنظر إلى هذا المحور الإسنادي بنظرة استراتيجية، بمعنى النظرة الاستراتيجية لمشروع التطبيع الذي بدأت هي وأمريكا به ومشروع أبراهام، أن هذا المحور سيهدد ويقوض المصالح الأمريكية في المنطقة ويعرض مصالح أمريكا وحلفائها ومن يقف وراء مشاريع التطبيع في المنطقة إلى التهديد المباشر، بمعنى لن تستطيع تنفيذ مصالحها. أمريكا نظرت إلى المنطقة أن تقوم إسرائيل بعمليات تطبيع وتترأس إسرائيل الحلف الموالي لأمريكا والحافظ لمصالح أمريكا. محور المقاومة بهذه الضربات وهذا الإسناد الواضح تماما والمتماسك أكثر يوما بعد يوم يدفع السياسة الإسرائيلية والأمريكية للتغيير نظر لسيناريوهات أخرى أو حلول أخرى أو توجهات أخرى، وهذا ما يفسر أحيانا البطش العنيف والقوة العسكرية المفرطة المنفلتة من عقال التي تستخدمها إسرائيل، لأن ليس لديها خيارات لا سياسية ولا أمنية تفرضها سوى استخدام القوة المفرطة ضد المصالح المدنية والمرافق والبنية التحتية في لبنان، لعلها تضغط على المقاومة وتدفعها للتراجع. ولكن ما يجري في لبنان، بيئة المقاومة الحاضنة والبيئة الشعبية العربية وبيئة المقاومة أربكت السياسة الإسرائيلية. اليوم إسرائيل استراتيجيا من ناحية سياسية ستخسر، وحاليا هي تنظر إلى أنها وقعت في بين فكي كماشة من لبنان من جهة ومن غزة من جهة ومن العراق ومن اليمن من جهة أخرى، وبالتالي هناك تشتيت واضح وتوزيع واضح لقوى إسرائيل من شمالها إلى جنوبها، وهذا يضعف ويؤثر على أي قرارات سياسية اتخذها العدو الصهيوني. نعم. نذهب مشاهدينا الآن، طبعا سوف أعود إليك عبد الله بدران للحديث أكثر عن موضوع المساعدات، لكن نذهب الآن لنتابع هذه المشاهد لمظاهرة من مارسي الفرنسية لدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني. Fanfaronne qualifiant le massacre israélien de succès légendaire. Vendredi dernier, Beyrouth, la capitale, a été frappée par des frappes israéliennes, comme la zone la plus densément peuplée, tuant des combattants, mais aussi de nombreux enfants, et détruisant au moins deux immeubles résidentiels. Le bilan est plus de 50 morts. Comble de l'horreur au début de la semaine. من أهم ما يجري هو هذا الاحتضان لما تقوم به المقاومتين الفلسطينية واللبنانية في هذه المواجهة لهذا العدو. أذهب إليك من جديد عبد الله بدران للحديث عن موضوع المساعدات، يعني في الوقت اللي في دول عربية دعنا نقول كما يقال بالعامية مخفي حسها، العراق تتحدى كل الحسابات والعوائق الداخلية والخارجية والحسابات أيضا، وتقف بكل يعني مستويات لتقديم المساعدة للبنان على كل المستويات ومنها الطبية طبعا، وما زالت تصل المساعدات الطبية من العراق. دعنا نتحدث عن هذه المساعدات كمساعدات، وما يعني الرسالة اللي تقف خلف هذا الكم من المساعدات واستمرار وصول هذه المساعدات من العراق، لأنه في هدف استراتيجي طبعا تريد أن تقول العراق في هذه المساعدات أيضا، وهي من أول من تحرك على كل حال.
نعم علا، طبعا كان ذلك بعد وعلى اثر بدايه العدوان الاسرائيلي على لبنان. كان هذا الموقف الابرز هو للمرجع الديني السيد علي السيستاني عبر بيان اطلقه، وكان في البيان واضحا في المواقف التي اطلقت لجهه هذه الاعتداءات والعدوان المستمر، وكذلك الترحم على الشهداء والدعوه لايقاف هذا العدوان. تاليا كانت هناك ردود الفعل، أبرزها كان من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وهو كان قد وجه بأن تتحرك كل ما أمكن من تفاعل مع فتوى السيد السيستاني بأن تترجم إلى أرتال دعم، وكذلك تسيير طائرات الدعم والمساعدات المقدمة من العراق للبنان، تلبية لتوجيهات المرجع الديني السيد السيستاني. عندما نتحدث عن المرجع الديني السيد علي السيستاني في القريب يحضر إلى الذهن فتوى الجهاد الكفائي التي هب على إثرها العراقيون وتطوعوا لمواجهة داعش وقاتلوا رفقة فصائل المقاومة في مواجهة هذا التنظيم ودفعوا الخطر الذي كان محددا للعراق ومحدقا به. بالتالي عندما يصدر بيان وتتفاعل معه الفعاليات الاجتماعية المؤثرة وذات العمق، عندما تتفاعل معه بشكل كبير الفعاليات السياسية المؤثرة وذات العمق والتأثير سواء في الداخل العراقي أو حتى على مستوى الإقليم والعالم، وبما تتمتع به من علاقات، عندما نتحدث عن فصائل مقاومة طالما أريد لها أن تكون بمنأى عن مرجعية السيد السيستاني أو أنها لا تمتثل لأمره، وإذا بها تلبي هذه الدعوة كبقية مقلديه وأتباعه ومريديه ومحبيه، وهم طبعا يتحدثون بالملايين، ترجم ذلك إلى حتى الآن قرابة 7 طائرات شحن عراقية خلال الأيام 4 الأخيرة، ما بين مساعدات طبية ومساعدات طارئة لدعم القطاع الصحي اللبناني، والذي طبعا كانت قد قدمت أيضا بعد توجيهات رسمية وتنفيذية صدرت من رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني. أيضا هناك مراكز للتبرع بأي شكل من الأشكال لتقديم الدعم والإسناد للبنانيين في هذه المحنة. نتحدث عن مراكز على مستوى العراق فتحت ومرعية هي من قبل فصائل المقاومة ومن قبل مراكز وطبعا فعاليات اجتماعية لديها حضور وتأثير خصوصا في وسط وجنوب العراق، لتحديد هذه المراكز لخلق حالة مشابهة لحالة الفزع العراقية التي كانت قد انطلقت من العراق إثر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا والمنطقة عموما. وطبعا يتوقع أن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، سيكون هناك أرتال للنقل البري لتقديم هذه المساعدات ولتقديم الدعم المستمر للبنان. هو ليس تفاعلا إنسانيا حسب، هو تعبير عملي وحقيقي على الأرض على أن العراق لن يترك لبنان في هذه المحنة، وهو بشكل واضح مصطف إلى جانبه منخرطا في هذه المواجهة داعما للمقاومة ومتفقا مع قرارها وموقفها. هنا نتحدث عن الموقف الرسمي العراقي بأعلى مستوياته إلى كل مفاصله، يتفق مع قرار المقاومة في لبنان في هذه المواجهة وداعم لها ومستعد للانخراط أكبر، وهو ينتظر بشكل واضح، ليس هذا حديثا تعبويا أو خلق حالة من الكلام العاطفي، هذه حقيقة أطلقتها الفصائل العراقية المقاومة على لسان المتحدثين باسمها، وهي حالة قرار المقاومة الإسلامية في العراق في هذا الانخراط. والحالة اللبنانية لديها خصوصية كما الحالة اليمنية عندما أكدوا أنهم لن يسمحوا بأن ينفرد الإسرائيلي أو خلفائه بأي شكل من الأشكال بأي من قوى ودول هذا المحور. تاليا هنا لدينا موقف اجتماعي، وهذا الموقف الاجتماعي يتمثل بالفزعة العراقية، وكذلك هناك موقف سياسي داعم إلى الأخير، لا توجد أي ملاحظات في أداء المقاومة في لبنان في هذه المواجهة اصطفافا كاملا وانخراطا كاملا، والأمر يصل إلى مديات. طبعا يترك لبنان كما يقول المقاومون لهم القيادة والريادة، لكن الاستعداد العراقي في أقصاه لتقديم الدعم والإسناد والانخراط في هذه المواجهة سياسيا اجتماعيا ميدانيا. يتوقع أن ترتفع عمليات المقاومة أو أن يكون هناك موقف أكثر وضوحا وحضورا في الميدان
انطلاقا من الجبهة العراقية. على كل حال أيضا من العواجل التي تأتي، القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، نتنياهو سيطالب الكابينات بتفويضه هو وجالنت بالمصادقة على عملية برية في لبنان. وأيضا كان في كلام لوزارة الدفاع البريطانية قالت أنه سنرسل 700 جندي إلى قبرص كجزء من خطة الطوارئ عقب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل. وكان قبل قليل رئيس الأركان تحدث نستعد لمناورة برية والدخول لأراضي العدو، وسيلقى الحزب رد قوي هذا اليوم لنرى ما الذي سيجري يعني في الخطين الموازيين، إن كان التصعيد أم حتى فيما يتعلق بموضوع المبادرات. الساعات القليلة المقبلة ستحمل الكثير. ربما نذهب إلى جنيف زميل موسى عاصي، إن كان طيب ليس جاهز زميل موسى عاصي معنا من جنيف، لكن لنعرف فقط أنه أيضا في بجنيف مظاهرات داعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني، وهي بأكثر من نقطة حقيقة وفي أكثر من دولة، وهي مستمرة وبأعداد كبيرة أيضا جدا. ربما أنهي معك بشكل سريع سيد عدنان نعيم، تعليق على كل ما ذكرنا تحديدا بموضوع المساعدات. وربما قبل قليل كنا نرى الأطفال بالنازحين بلبنان رغم كل شيء يقولون سنعود وسننتصر، وهم يؤيدون المقاومة أكثر وأكثر يعني، وكل ما فعلوا بهذه الأيام ربما مع اشتداد العدوان الإسرائيلي كان هدفه كسر هذه الإرادة وتأليب بيئة المقاومة عليها. فإذا بهذه النتيجة نراها من أطفالها إلى شيوخها، يعني بيئة المقاومة اللبنانية تثبت وتحديدا بعد الهجمات السيبرانية التي سعت إسرائيل لإرباك الساحة اللبنانية والتأثير على المقاومة، وجدنا أن هناك بيئة حاضنة للمقاومة، بيئة شعبية وبيئة تضامنية، وجزء من النازحين من فقد ابنه شهيدا أو جريحا، أو بمعنى هناك بيئة حاضنة داعمة، وهذا مهم جدا جدا وتشكل إسناد قوي جدا سواء كان معنويا أو غيره لصمود وثبات جبهة المقاومة اللبنانية. وتقرير طيب، انقطع الاتصال مع السيد عدنان نعيم الخبير بالشؤون الإسرائيلية وكان معنا من رام الله. بكل الحالات شكرا جزيلا لك سيد عدنان نعيم. الشكر أيضا موصول للزميل عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، كنت معنا من هناك. سنذهب إلى موسى عاصي من جنيف للوقوف عند هذه التظاهرات بشكل سريع. موسى لو سمحت. نعم علا، هذه التظاهرة الثانية التي تنظم هنا في جنيف منذ بدء الهجوم العدواني الإسرائيلي على لبنان قبل 3 أيام. هذه التظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة وشعارات التي ترفع هنا والتي تردد من قبل المشاركين في هذه التظاهرة إن كان باللغة الفرنسية أو العربية أو حتى اللغة الإنجليزية. تحيا المقاومة اللبنانية، تحيا مقاومة الشعب اللبناني. هناك العديد من التظاهرات التي تنظم اليوم إن كان في سويسرا أو في الدول الأوروبية، في بيرن العاصمة السويسرية، وهنا في جنيف وفي تولوز. وصلني قبل قليل بعض الصور من مدينة تولوز حيث تجري أيضا هناك تظاهرة دعما للشعب اللبناني. بسرعة سيكون معي أحد اللبنانيين القادمين من جنوب لبنان ويريد أن يعني أن يكون له أن يوجه كلمة لأهل لبنان الجنوب البقاع، لكل اللبنانيين. ماذا تقول وأنت تعيش هنا في جنيف في هذا الهجوم العدواني على لبنان؟ نحن من قلب من قدام الأمم المتحدة واقفين وقفة صمود مع أهلنا بالجنوب وبفلسطين كمان، وبنقول لهم نحن خليكم صامدين ونحن معكم وإن شاء الله النصر قريبا، وإن شاء الله يعني نرجع كلنا على لبنان ونعمره أحسن مكان، وإن شاء الله المقاومة قد وقدود، وإن شاء الله النصر قريبا إن شاء الله. شكرا. إذا هذه رسالة يعني تعبر عن حال الجالية اللبنانية، وهي جالية كبيرة في سويسرا، عن أحوال هذه الجالية التي تعيش على دقات الساعة اللبنانية وتتابع باستمرار كل ما يجري في لبنان، ولسان حالها هو أن لبنان سينتصر في هذه الحرب وأن لبنان سيعود كما
كما كان، وأن الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق أهدافه في لبنان، وأن لبنان وفلسطين هما توأمان في هذه المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو لسان حال الذين يعني استطلعت آرائهم قبل قليل في هذه الوقفة التضامنية. كل الشكر لك زميل موسى عاصي، كنت معنا من جنيف. مشاهدينا هذا كان كل شيء، شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.